انتصار بتتهم ان هي احيانا بتطلع في عز نجومية حد من زملائها تقوم خبطاه واحدة كده، ايه انا عملت معاك، انت كذا انت كذا. عمري ده طبعك؟ عمري انا لما حد من زمايلي ينور اخبطه حاجة كده؟ عمري. حصلت مرة مثلا وقالوا انك بتعلي على علي الحجار لما محمد رمضان، لما احرج محمد رمضان، فقلتي كان بيجي لي المسرح كنت بستقبله حلو وكنت وكنت وكنت. رد هو عليكي قالك كنت بلف على شغلي يا انتصار، دلوقتي الشغل هو اللي بيدور عليا. طب ما هو رد حقيقي. لا رد كان يعني رد حاسس الناس، رد صح، رد حاسس الناس انه زعل انه خد على خاطره. ما هو بقى بين ان انت كنت بتخبطيه واحده بقى في عز نجوميته خالص، ان انت بقى كنت بتجيلي وانت غلبان. لا ازاي، وما هو لما كان صغير صغير بقى، غلبان مش غلبان، كان صغنن كانوا فانطا كده، كان تقريبا ايوه فاكراه، كان صغير، كان صغير قوي، هو صغير لغايه دلوقتي في السن يعني. ده اللي حصل. ما زعلش منك؟ ما تبكيش، ما حصلش حاجه زي دي؟ لا ما تبكيش. لا انا ليه قلت ده؟ ليه بقى؟ ما دايما نفسي. أيوة. نفسي ليه بقى؟ نبدا من اول السطر. ما هو ده بقى، بلاش ناخد من السطر ده. بس دي يلا بينا، دي صفه الاشاعات. دايما السفسطه واللك الكتير والاشاعه دايما ياخد دي لكلامك. كان هو حاكي قصه علي الحجار. وكنت انا في برنامج وكان في مذيعه زميله فبتقول لي ده كذا وكذا وكذا، او رايك ايه في كذا. فتقريبا انا كنت كاني بتجري لسؤال اني انقضه، فانا ما رضيتش انقضه، قلت لان هو ليه مكانه خاصه في قلبي، مكانه عندي. ليه مكانه؟ عشان كان زمان وهو صغير كان جه مره المسرح عندنا وكان لسه ما اشتغلش، وبعدين كان عايز كده، فكلهم كانوا مهتمين وانا اهتميت وقلت له مثل، فمثل احمد زكي كويس قوي ومحمد سعد كويس قوي، وكان معاه زميله، حتى بقى زميله ده قال لي، اتصل بيا قال لي انتصار انا الممثل فلان الفلاني اللي انت قلتي، وزميله كان معايا. كان السياق ده، كان ده السياق اللي عشان اهرب من ان انا انقضه. ها. انه ليه مكانه في قلبي. ها. هو واللي كان معايا الممثل اللي كان معايا. جرجروكي في الكلام في برنامج بعد كده ونصحتيه انه يقفل بقه في الكلام عن حياته الشخصيه شويه. مين؟ محمد رمضان. لا مش هو، ما قلتش كده عليه هو. ما كانش هو. لا ما كانش هو، قلت كده على رانيا يوسف. كان مره في برنامج مع عمرو الليسي وقلت كده على رانيا. شوف جاب لي حاجه كده على رانيا. مش فاكره كان اميها في ايه، مشتعل عندها في حاجه. مش فاكره، قلت هي يا ريت يعني هي تقفل بقها بقى يعني. ما تتكلمش على طول يعني، وخصوصا في الحاجات الخاصه يعني. محمد رمضان ما كانش في العرافه مع بسمه وهبه؟ ما قلتيش ده، ما قلتيش انصحه ان هو يقفل بقه شويه عن حياته الشخصيه وعن؟ لا انا قلت مع عمرو الليسي على رانيا يوسف، اقفلي بقك شويه. هل قلتها تاني على محمد؟ معقوله في العرافه انا بنصحهم كلهم نفس النصيحه؟ وتقريبا انا بنصحهم باللي انا مش هنصح نفسي بيه. اقفلوا بقكم يا جماعه. طب ما انا بتكلم، ما بتعمليش كده. ما بتعمليش يعني بنصح الاخرين، ما بنصحش نفسي ليه؟ ما بتعمليش كده. ها انا بستخسر تساليني ما جاوبش بس يعني. طيب قلتي على نيلي كريم بعد ذات، كانت نيلي كريم في سنه اولى تمثيل وهي كانت ممثله طالعه عامله دور حلو قوي وناجحه قوي في ذات. وكانت نجمه، كانت بقت نجمه. برضو طلعتي وطلعتيها على المسرح. ليه كان الزميل باسم سمره عمل لقاء وقال فيه انا اللي علمتها التمثيل، انا وانت ساكت. انا فاكره ده. ايوه انا فاكره ده. فانا اتزنقت ورا منه على طول، فان اول ما قالوا لي انتصار باسم جاب سيرتك، انت عارفه البرامج بقى الهارد. فقلت لهم هو يعني هو ما يقصدش قوي يعني الكلام دوت يعني، وخلي بالك انا بجمل دلوقتي مزنوقه. بس هو يعني قصده ان احنا كنا بنمثل من زمان، لكن هي في الفتره دي كانت بترقص باليه يعني، الفتره اللي احنا كنا متمرمطين فيها في المسرح والسينما وبنكافح، هي كانت باليه وكانت شاطره جدا في الباليه، كانت راقصه الاولى. ففي الفتره اللي احنا بنمثل فيها هي بترقص باليه، اول ما جينا نلتقي كنا احنا عندنا خبره اكتر منها وهي سنه اولى تمثيل بالنسبه لنا. بس انا بنقذ مواقف حاصله حواليا وببررها وبجملها وبلطفها وبجمعها جنب بعضها عشان ارد على اللي قاله باسم. جيتي تنقذي باسم. انا عجبتني بقى نيلي ان هي ما ردتش اساسا. يعني هي كده نفدت. لا عليكي ولا على باسم، ما ردتش خالص. كويس. هي هتورطنا اكتر لو ردت. فانا احترمت ان هي ما ردتش. انا ما تطوعتش اقول. انا اتزنقت.
فعشان كده رضيت باسم هو اللي تطوع ورجع هو اللي بدا. انا اظن انا قفلت القصه اظن لغايه ما انت فتحتيها تاني.